بالأغاني والأناشيد الوطنية والأعلام المرفرفة عجت ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني. الفرحة كانت رد الفعل الأولي على الإعلان عن نتائج جولة محادثات ثانية بين قوى الحرية والتغيير التي تمثل المعتصمين والمجلس العسكري. الخط العريض كان الاتفاق على كامل صلاحيات مستويات الحكم الثلاثة، السيادي والتنفيذي والتشريعي، مع الاتفاق كذلك على مدة انتقالية لسنوات ثلاث. المعضلة التي تم تأجيلها اليوم التالي هي طبيعة المجلس السيادي وتقسيم مقاعده. جولة التفاوض هذه استحقت الاحتفال بعد أن كانت منعقدة على أثار توتر وتصعيد كبير شهده اليوم السابق، عندما أطلق رصاص على المعتصمين فقتل منهم خمسة. اتهم المتظاهرون المجلس العسكري بالتدبير والأخير نفى. هل ينهي الاتفاق ما بين المجلس وقوى الحرية والتغيير الأزمة في السودان؟ وما هي ضمانات التطبيق برأيكم؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة، على الهاتف 00442031620022، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحتي الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. تتواصلون مع نقطة حوار بطرق مختلفة ومتعددة، إذن اختاروا الوسيلة الأنسب والأفضل بالنسبة لكم. جميعها منذ الصباح يتابعه زميلي أحمد عبد الرازق. أحمد، أهلا بك. أهلا بك محمد. حوار قوي جدا محمد بالفعل اليوم، وهو يزداد سخونة بعد توصل المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق على المرحلة الانتقالية في وقت مبكر من صباح اليوم. لدينا مشاركات قوية وجديرة بالقناة محمد، وجلها يتناول الضمانات الممكنة لتنفيذ مثل هذا الاتفاق، لكنه يعالج أيضا على جوانب أخرى من قبيل الثورة المضادة في السودان، وسنعرض لكل ذلك خلال البرنامج. شكرا جزيلا أحمد سعود، بالتأكيد لعرض هذه الآراء لاحقا في البرنامج. لكن كاميرا نقطة حوار توجهت مباشرة إلى الخرطوم وجمعنا مجموعة من الآراء بشكل مباشر. سألنا بعض السودانيين عن تقييمهم للطريقة التي تتفاوض بها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري. 4 سنين يعني ما في، كانت في مرونة يعني، وغير كده يعني الحرية والتغيير دي يعني حتى نص المفاوضين يعني ما بيمثلوا، يعني بيمثلوا أحزاب معينة لكن ما بيمثلوا بقية يعني كل السودان. التكتيك اللي عبيه والتجمع قوى الحرية والتغيير، التكتيك اللي احنا بنأيده تماما، التكتيك بتاع اللعب على المعتصمين والكرت بتاع الضغط على المجلس العسكري. ربنا ذاته خلق السماوات في 6 أيام طباقة، يعني طوالي كده الحاجات ورا بعض ما بتبقى، كل حاجة خطوة 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 خطوة، تمشي بطريقة سلمية وبطريقة كويسة خالص. والله يا أخي الطريقة اللي بيديروا بها التفاوض في المجلس العسكري الآن، أنا شايفها طريقة كويسة وطريقة يعني ممكن تدينا فرصة نطلع من النفق اللي احنا موجودين فيه ده. هذه عينة من الآراء جاءت من الخرطوم. نبحث اليوم في رأيكم في هذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه ما بين الجانبين، ضمانات ثباته أمام الكثير من التحديات على المشهد السياسي، بالإضافة لنقاط أخرى عدة. بداية أرحب بمجموعة من المتصلين على خطوط الهاتف، عبد المتعال، أم إيمان، وغيداء، أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع عبد المتعال. منذ قليل كان هناك حديث عن سماع دوي إطلاق نار في محيط الاعتصام مرة أخرى. يا عبد المتعال، أنا أعلم أنك داخل الاعتصام نفسه، هل هذا دقيق؟ ما الذي يحدث؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. ترحم على ارواح الشهداء اللي ماتوا في مجزره 13 مايو قبل يومين. فقبل قليل في شارع الجمهوريه امام وزاره العدل تهجمت علينا قوه غاشمه من ميليشيات الدعم السريع او نحن بنسميها الجنجويد، فقامت حاولت تفك المتاريس الموجوده امام الشارع، فصدم عليهم، فهم قاموا اطلقوا علينا رصاص واصيبوا مننا عشرات تقريبا، كانت 12 شخص وقعوا قدامنا، فحالة كان من الرعب والكر والفر والزعن، فالآن لكن هدوء حذر يسود المنطقة، فمتوقع أنه يحصل مجزر زي ما حصلت مجزر يوم 13 مايو، لأنه في تخطيط من الأول. هل هناك أي إصابات مثلا ما بعد إطلاق النار هذا؟ أيوه هناك إصابات أمامي، وقوة 7 أمامي تحديدا.
سبع اصابات. ايوه ده المتاكد منها. في اخبار في انباء ثانيه بيقولوا انه في واحد استشهد برضه. فايش يعني الباب بتفقد انفاسي من الذعر بتاع اطلاق الرصاص والكر والجري وكده. بس انت بامان الان يا عبد المتعال، تستطيع ان تكمل الحديث معنا؟ يعني هذا اهم شيء، انت بامان الان. نعم لا نعم في امان، نعم في امان. طيب ذكرت انها قوه الدعم السريع على وجه التحديد، حددت من يقوم بذلك، كيف يعني كيف استطعت ان تحدد هويه من يقومون بذلك؟ يركبون زيهم زي الدعم السريع بسياراتهم اللي هو المعروف مكتوبه قوات الدعم السريع، ونفس الدعم السريع اللي هو متعودين نشوفه من فتره في الخرطوم هنا بيجوا في شوارع الخرطوم. هل هذا تكرار لما حدث قبل يومين وما اطلقتم عليه مجزره اعتصام القياده العامه؟ يعني انت ايضا كنت متواجد لحظتها صحيح؟ نعم نعم كنت متواجد لحظتها ايضا. ما الذي حدث وقتها عبد المتعال؟ بنفس الطريقه هم كانوا في محاوله لفك المتاريس والثوار اصطدوا لهم فما عملوا اي حاجه الا ان يطلقوا الرصاص على المظاهرين السلميين واللي هو قتلوا منهم ثمانيه واستشهدوا ثمانيه وهناك اصابات كانت 300 شخص الى الان موجودين في المستشفى. فهم حاليا بيحاولوا حسب تحليل الشخصي من خلال قراءتي للنظره دي، الاتفاق اللي حصل بين المجلس العسكري لما طلع قوات الدعم السريع شعروا بنوع من الاقصاء انهم هم ما جزء من العمليه، خصوصا قائد الحلتي تحديدا ما شعر بنوع من الاهميه، فلذا هو بيحاول بقدر الامكان انه يفشل الاتفاق ذات من خلال زعزعه الامن في منطقه القياده هنا وفك الاعتصام عشان يقدروا يمرروا اجندتهم. الحاجه الوحيده اللي بيقدر يحفظ الثوره وبيحمي الثوره ويحقق مطالبنا هو الاعتصام في القياده هنا وقياده هنا. طيب لكن انت اشرت للاتفاق الذي تم التوصل اليه، ما عوامل تثبيته تعتقد يا عبد المتعال؟ يعني كيف يمكن ان يثبت ولا يتاثر بحوادث مثل التي تشير اليها الان؟ العوامل الممكنه يخليه ما يتاثر به اللي هو صمود الشارع، صمود الجمهور ذاته في امام القياده وتمترسهم الى ما يحقق مطالبهم هم. يعني احنا ما عندنا مشكله ممكن نواجه الرصاص ونواجه اي قوه زي ما واجهناهم في خمس شهور الماضيه من خلال ضرب الرصاص والقتل والقهر والكلام ده كله، فنحن مستعدين انه نحمي ثورتنا. فده الضامن الوحيد. لا بس هو يعني سلامتك مهمة، نحن لسنا مستعدين لكي يلحق بك أي أذى لا سمح الله، يعني أهم شيء سلامتكم أيضا كذلك. لكن أنت تقول الضامن الوحيد استمرار الاعتصام، بعض الأصوات تقول أن استمرار الاعتصام يشل البلد، وإذا كنا وصلنا إلى اتفاق ما أليس من الأولى أن نفض الاعتصام الآن في هذا التوقيت كي يستطيع السودان أن يلاحق أنفاسه ببساطة؟ طيب هم إذا كان عايزين أنه البلد ما يتسلف ليحققوا مطالبنا اللي هو مطالبنا أساسية لحل المؤتمر الوطني وأشيس وكتائب ظل وحل الجهاز ومحاسبه المفسدين والمجرمين والتحفظ عليهم في اماكن معلومه لدينا، دي الحاجه الوحيده اللي احنا الضامن الوحيد اللي بيخلينا دارين مؤشرات يخلينا نضمن انه نفض الاعتصام، لكن غير كده ما في مؤشرات. طيب عبد المتعال شكرا جزيلا، ومره اخرى الف سلامه عليك وكن حذر، هذا اهم شيء بالتاكيد، لكن شكرا جزيلا انك استطعت ان تتحدث معنا رغم المشهد الذي وصفته. خليني ارحب سريعا بضيفتي عبر الاقمار الصناعيه من الخرطوم الاستاذه ساره ضيف الله الناشطه السياسية من السودان. أستاذة سارة أهلا بك. عبد المتعال هنا ينقل مشهد ميداني، واضح أن هناك تكرار لمحاولات الاقتحام، الصورة ليست واضحة تماما، هو يقول أنها عناصر من الدعم السريع في تكرار لمشهد حدث قبل عدة أيام، لكن رغم هذا المشهد استطعتم أن تتوصلوا إلى اتفاق ما مع المجلس العسكري، أين نقف الآن؟ أين أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف؟ اولا شيء مرحب بكم ومرحب بقناة البي بي سي. اولا اترحم على روح الشهداء الذين سقطوا في يوم 13 مايو. في هذه اللحظات نحن نتحدث هناك اصابات وهناك زعزعة لامن المعتصمين بالقيادة العامة، اصيب البعض بالرصاص الحي، وهناك شكل من
من أشكال فض الاعتصام الواضح والصريح بالطرق الغير مشروعة من ضرب الرصاص ومهاجمة المعتصمين في أماكنهم. معتصمين من يا أستاذة سارة، يعني الجولة الأولى من هذه الأحداث اتهمتم بشكل مباشر المجلس العسكري، هل يبقى الاتهام هذه المرة أيضا؟ لا، لم نتهم المجلس العسكري، لكن حملنا مسؤولية ضبط هذا الخلل او ضبط هذا العنف للمجلس العسكري. لكن المتهم هنا هو الدعم السريع، وهذا كان واضح من زيهم ونحن نعرفهم يعني، وامتضاءهم للسيارات التي تحمل لوحات الدعم السريع، وتم عدد من عمليات العنف ليس بالقيادة فقط، هناك مواكب كانت تتم. هل الأمر على ذاته أو على حاله أيضا المجلس العسكري يتحمل قدر من المسؤولية عدم الضبط؟ يعني لماذا لا يضبط الأمور إذا كان يريد أن يضبطها؟ حقيقة يصعب الإجابة على هذا السؤال، لأنه المجلس يصرح بحديث وهناك أفعال لا تتماشى مع هذا الحديث. المجلس ذهب في التفاوض لنقطات أنا أفتكر أنها نقطات ناجحة بالنسبة للطرفين، مرضية حتى للسوار، مرضية للمعتصمين، لكن فك الاعتصام لا يتم بين ليلة وضحاها. ما زال التفاوض جاري، اليوم آخر يوم في التداول، ولم تخرج بعد ما توصلوا إليه. فض الاعتصام بالعنف والاحتكاك مع المعتصمين مسؤولية تامة يتساءل منها المجلس العسكري، هو المسؤول الوحيد الآن أمام كل الوطن. أستاذ سارة، أعود إلى سؤالي الأول، أي النقاط تعتبريها إيجابية وأيها يعتبر سلبي أو حجر عثرة في ما تم التوصل أو الإعلان عنه إلى الآن على الأقل؟ حقيقة كل ما توصل إليه من اتفاق في التفاوض ما بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري هي نقطة تحسب لصالح الثورة ونجاح الثورة. وافتكر انه كونه المجلس يعترف بانه ويمنح مجلس الوزراء ويمنح الثلاثة مجالس ونمنح الفترة الانتقالية، افتكر انه هذا نجاح للثورة السودانية وما يدور من عنف ليس لديه علاقة بما يدور في التفاوض. حقيقة هو شد وجذب بين الثوار في فك المتاريس، وفك المتاريس يعني فض الاعتصام. وأعتقد إذا كان هناك من حكيم في المجلس العسكري يجلس في التفاوض في كيفية فك الاعتصام بالحوار والنقاش ليس بالرصاص أمام المعتصمين العزل، بس أنت وهم أغلبهم من اليافعين. يعني أنت ذكرت أن المجلس العسكري لا علاقة له، يعني ربما يتحمل مسؤولية أنه لا يضبط الأمور، لكن هو ليس من يقوم بفض الاعتصام. يا سيدي، قوات الدعم السريع هي قوات جزء من المجلس العسكري، والدليل على هذا أنه القائد الأعلى لها حميتي هو جزء منها من اللجنة التي تفاوض الآن. فإذا هي جزء من هذا المجلس قوات الدعم السريع. حقيقة يعني نحن كشعب سوداني لا نعتقد بأنه نحن محتاجين أن نكون لنا قوات عديدة، نحن نحتاج إلى الجيش السوداني. ونحن عندما ذهبنا إلى القيادة العامة كنا في ملاذ أو في حضن الجيش السوداني الذي هو حامي حمى هذا الوطن. وأنا أعتقد إذا حدث ما يحدث أي شيء من عنف يحدث للمعتصمين هي في مسؤولية المجلس العسكري. وحقيقة المجلس العسكري طلع ونفى وقال هو لا يعرف هذه الجهات. إذا هو لا يعرف الجهات، الثوار والذين واجهوا الرصاص يعرفون هذه الجهات. طيب أستاذ سارة، أن يثبتوا، هناك فيديوهات ولايفات تثبت. أنا سأعود لبنود الاتفاق أو حتى لمن يتحدث الآن عن ضرورة فض الاعتصام، بما أننا وصلنا إلى منطقة وسط ونقاط أخرى كثيرة، لكن خليني أسمع رأي أم إيمان أرجوكي، هي تتحدث من الخرطوم. أم إيمان أهلا وسهلا، أولا هل تعتقد أن ما تم التوصل إليه يمكن الحفاظ عليه؟ هل يثبت الاتفاق الذي وصل إليه الجانبان إلى الآن على الأقل؟ بلي. أولا السلام عليكم. عليكم السلام. ورمضان كريم على الجميع،
واحيي ضيفتك استاذه ساره، وشكرا للبي سي عامه برنامج الحوار خاصه. اهلا وسهلا. اترحم على ابنائنا الذين سقطوا عذرا، واتمنى من الله عز وجل ان يجعل جنة مثواهم. ارجو واتمنى ان يكون تم الاتفاق النهائي، لان لحد الان ان احنا تم الاتفاق بخطوط عريضه ما هي تفاصيل مفهومه للجميع، وما عارفين ذاته من نسب اللي دعمها دي غير النسب، وثلاث سنوات ده الاتفاق. لكن حتى الناس اللي هيجلسوا ويكونوا مجلسهم ديل ولا الاشخاص هم منهم ذاتهم هتتم انتخابهم عن طريق الانتخاب ولا عن طريق التصويت، ولا هم شخصيه ذات مين احنا ما عارفين. واتمنى ان يكون ده اتفاق نهائي بين المجلس العسكري والحريه بالوصول الى حال يرضي جميع الاطراف، خاصة فترة الأشد والجذب دي زي ما قلت الأستاذة أرهقت الجميع مع الأوضاع الصعبة والأمنية ووجود عدد كبير جدا من المتربصين الذين يريدون استقرار للبلاد. طيب إذا 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 افترضنا أنهم توصلوا بالفعل لهذا الاتفاق، البعض يرى أن المعضلة الأكبر هي إمكانية ثبوت هذا الاتفاق، بما أن المرحلة الانتقالية يفترض 3 أعوام، فبالتالي ما الضمانات تعتقدي أن يثبت الاتفاق بشكل يرضي المحتجين وكذلك يرضى عنه المجلس العسكري؟ والله يا أستاذ أنا مع الغول والتحرير والحرية، لكن فترة 3 سنوات اللي اتفقوا عليها دي أساسا هي فترة انتقالية. أنا غاية أنا ما بايد فترة انتقالية تكون 3 سنوات إلا إذا كان حكومة انتخابية. يعني أنت تريديها أقل ولا أكثر؟ أقل. أقل. أقل لفترة انتقالية تكون أقل. وبعدين طبعا الناس كلهم هم على الهناية لهنا سأل هو التحريك يقول ما عندنا مثلا شيء يعني ينتخبوا. وبعدين أنا بتمنى أن يكون عندهم مرونة، وأنا بقول من موقع أداء التحية للقوات المسلحة والتي دوما كانت وما زالت في حماية الشعب. مرونة بمعنى ماذا يا أم إيمان؟ يعني نعم، مرونة بمعنى ماذا؟ ماذا عليهم أن يفعلوا كي يتصفوا بالمرونة؟ يعني كثير احنا يعني المجلس العسكري يعني لمسنا تنازل كثير جدا، شلنا ناس، عملنا كده، تم عزز، حصل حاجات كثيرة. من القوة التحرير طبعا بيكونوا واقفين ألف دائما، يعني ما حاسب أنا في مرونة في تفاوضهم، ولا غنى أنا ذاته ما عارفة هو بنود التفاوض هي شنو بتتقال بجوا، وكثير مني أنا كده. طيب، ويعني انا بقول حاجه، والمجلس العسكري انا ما بلوم لي اي لومه، ولو انه يعني في بعض الناس اتهموه هو من اطلق النار هو من كده، ابدا، بدليل انه هو التحرير لما جاءت ووقفت عملت من القوات المسلحه ومن الميدان بتاعه الحمايه لهم. بس اذا افترضنا ان هو لم يطلق الرصاص، لكن نعم، مسؤوليته على الاقل على منع هؤلاء ان يطلقوا الرصاص. ايوه معلش يا بقول لك حاجه يا استاذ، الاحتصام امام القياده العامه ده اللي احنا عارفينه وانا بايدهم فيه، وانا ما مشيت فيه شخصي واولادي مشوا معايا، لكن الفروقات اللي حصلت الاخيره دي نحن بنجدها خارج نطاق القياده العامه. يعني بنلقى الضريب بشارع الجمهوريه، بنلقى الاثنين مناوشات بشارع الجامعه، بنلقى في حتات كثيره يعني متناهيه. فانا اتمنى المحتصمين يقعدوا في حتتهم دي ذاتها واحد ده، ويخلوا المسار يمشي عديل، ويكون احنا قلبا وقلبا معاهم ماشيين. لكن احنا بنلقى انه هنا وهناك تفلتات امنيه. طيب، هل الجيش كله يكون حارس كل الشوارع وكل المناطق؟ ايمان الفكره واضحه، خليني اخذ تعقيب من الاستاذه ساره عليها، تحديدا نقطه الاعتصام الاخيره. اولا توسيع النطاق بعيدا عن القياده العامه لجهات اخرى، وحتى القيادة العامة الآن لدينا أصوات كثيرة أو أصوات على الأقل تطالب ببداية خلخلة الاعتصام، بما أنكم استطعتم أن تصلوا إلى الشروط التي كنتم تريدونها أو أغلبها على الأقل، وبالتالي الجدوى من شل البلد لم تعد مفيدة الآن. اولا الأستاذة كانت بتقول قوة التحرير هي قوة الحرية والتغيير، القوى الموقعة عن الحرية والتغيير هكذا اسمها. الشيء الثاني، أي حديث عن شلل للبلد أنا أفتكر أنه هذا لا يصب في صالح ثورة. ثورة لها أكثر من 4 شهور. الوطن كان في حالة 30 سنة في حالة من الشلل، 30 عام هو في حالة من الشلل. الآن نستطيع أن نصبر 4 شهور أو 5 شهور أو عام كامل؟ سوف نصبر 3 سنين أو 4 سنين الانتقالية
كيفما اتفقت، وسوف نصبر حتى يعبر هذا الوطن إلى بر الأمان، ونلقي تلك الثلاثين عاما من الشلل خلف ظهورنا. أي حديث عن أن الاعتصام هو يصيب البلد بحالة شلل هو عبارة عن ثورة مضادة لهذه الثورة الظافرة التي مهرت بدماء الشهداء، وهذا شيء لا 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 يسمح الثوار في الحديث به. الاعتصام هو أمان، هو سلاحنا الوحيد لتحقيق مطالب الثورة والظفور بهذا الوطن إلى بر الأمان. طيب. نحن الثوار العزل الذين لا نحمل ولا ليس لدينا سلاح سوى هذا الاعتصام. فأي حديث عن هذا الاعتصام هو إجهاض لهذه الثورة. طيب أستاذ سارة، هذا الشيء غير مقبول. غيداء معي من الخرطوم تريد أن تشاركك الحديث أيضا، خلينا نستمع إليها أرجوك. غيداء اتفضلي. نعم. أولا أنا يعني بترحم على أرواح الشهداء. ثانيا يعني قتل الشوارع اللي كان يعني بالقرب من القيادة العامة أو يعني خارج مجرى الاعتصام هو مرفوض، نعم، ولكن يعني المعتصمين بجروا وتعبوا وتم في يعني في رؤوسهم، فهم عايزين الاتفاق ده يتم بسرعة، ومماطل أكثر من شهر. وهم الموجودين وهم التعبانين في ميدان الاحتصام فيه. وبالنسبه يعني للاخت اللي بتقول انه هي يعني ما بتلوم المجلس العسكري، حاليا يتم اطلاق النار على المعتصمين حاليا في ميدان الاحتصام. حاليا في اصابه وفي شهيد وفي 8 اصابات. انا ما اعرف يعني وقول دي كتائب ظلم، وحاليا الصوره واضحه جدا وكان مصوره من جبال انه في اكثر من 50 عربيه بتاع دعم سريع ماشيه في الشوارع متجهه الى القياده العامه. طيب هل يثبت الاتفاق الذي توصلنا اليه امام كل التطورات التي او الاحداث الميدانيه التي تذكريها يا غيداء؟ الاتفاق هناك شيء من الغموض، يبدو انه في خطط ل يعني تثبيت هذا الاتفاق احنا ما عارفين، ولكن حاليا هذا يعني الاتفاق يعني ما معروف حيتم ولا لا، ولكن ما يحدث الان من ضرب المعتصمين حاليا وبالرصاص الحي حاليا في هذه الاثناء شيء غريب جدا. طيب غيداء شكرا جزيلا على المشاركة في نقطة حوارنا اليوم. أستاذة سارة نقطتان أريد توضيح عليهما. النقطة الأولى المعضلة في الاتفاق الكلي بين الجانبين بالنسبة لكثيرين كانت المجلس السيادي وتوزيع مقاعده وتوزيع اختصاصاته بشكل أو بآخر. هل هذه هي المعضلة الوحيدة؟ هل لدينا أي تسريبات أين وصلت هذه النقطة؟ حقيقة ليس لدي تسريبات، ولكن هي المعضلة لأنه هي روح هو السيادة، وهنا سوف يكون القرار. لهذا الجدل حولها كثير، التشاور حول أنه المجلس العسكري سوف يكون له مجلس تشريفي، والمجلس التشريفي ليس له قرار يعني، لكن عندما قالوا أنه سوف يقسم إلى ثلثين لقوى الحرية وثلث لقوى لم تكن على ارتباط من قبل مع المؤتمر الوطني النظام حزب النظام المخلوع السابق، فهذه تفتح 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 الباب لمن من 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 له الحق في اختيار تلك القوى والحركات التي سوف تنضم في 30% للمجلس التشريعي. فهنا يكون هناك بعض اللبس في هذا الشيء. اما ما توصل اليه في النهايه فحقيقة لا ليس لدي جديد منه. طيب النقطة الأخيرة سريعا، فكرة التثبيت الآن، تثبيت ما تم التوصل إليه، وحتى إذا حدث انفراجة في المجلس السيادي، كيف تعتقد يمكن تثبيت هذا الاتفاق كي لا يتعثر؟ حقيقة قبل شوية ذكرت الزميلة فدوى التي كانت تتحدث، هناك وكأنما شيء من التغويض لهذا الاتفاق. كيف يسير الاتفاق في وضع جيد وروح طيبة وتفاؤل ما بين المعتصمين، وفي ذات الوقت يتم ضرب المعتصمين بالنار الحي حتى الموت ومن ذات الجهة؟ فهذا شيء يجعلك تفتح الباب للتساؤل، هل هذا تغويض لذاك الاتفاق حتى نعيد ترتيبات؟ قوى الحرية والتغيير هي
هي محرك أو نقول التجمع المهنيين وقوى الحرية هي المحرك لهؤلاء الثوار، وهم شبه يتحركون بأمرها. وعندما طلب التصعيد لم يكن التصعيد أي هو زيادة المتاريس وإغلاق الشوارع، بل التأكيد على المتاريس التي تؤدي إلى القيادة العامة وليس زيادة رقعتها. ولكن لا نعلم، هناك قد يكون لبس، ومما جعل هناك يجعل احتكاك ما بين الثوار وما بين القوات. ولكن ضبط القوات إذا كانت الدعم السريع التي تقوم بضرب المتظاهرين الآن، ضبطها النفسي وعدم إلقاء الرصاص عليهم هو واجب، وهو يحمي هذا الاتفاق الذي يتم بالطرف الآخر، حتى لا يشعر المتظاهر أو المواطن السوداني بأن هناك تغويض وأن هناك أجندة تسري تحت هذا الاتفاق. نحن حقيقة بالأمس كنا في تفاؤل رغم الشهداء الذين سقطوا. شكرا جزيلا يا استاذ ساره، شرفتينا في نقطه حوار اليوم، سعداء بوجودك معنا. الاستاذه ساره ضيف الله، الناشطه السياسيه السودانيه من الخرطوم، جزيل الشكر. لاحقا ساستعرض اراء اخرى بوسائل متعدده، لكن الان وقت الاراء التي وردت اونلاين. زميلي احمد عبد الرازق يتابعها منذ الصباح. احمد اهلا بك. اهلا بك من جديد محمد. كما شرط محمد، لدينا اليوم حوار قوي كمعظم حواراتنا عن الشان السوداني، وهو يزداد سخونه منذ طرحناه قبل يوم. كان ساخنا بفعل تلك المحاوله لفض الاعتصام امام مقر القياده العامه للقوات المسلحه السودانيه، والتي اسفرت في الحقيقه عن وقوع قتلى، لكنه تطور من جديد اليوم مع توصل المجلس العسكري السوداني الحاكم وقوى الحرية والتغيير التي تقود الاعتصام إلى اتفاق على المرحلة الانتقالية. ورغم ابتهاج الكثيرين في الاعتصام خارج مقر قيادة القوات المسلحة السودانية بعد إعلان الاتفاق، إلا أن كثيرين بدأوا يفكرون في أمر هام، وهو ما هي الضمانات التي يمكن أن تكفل تحول هذا الاتفاق إلى أمر واقع، وهل سيصدق المجلس العسكري أو سيصدق في الحقيقة في تنفيذ مثل هذا الاتفاق؟ وهذه في الحقيقة ما يشغل الكثيرين في حوارنا اليوم، الجانب الأكبر من المشاركين، بجانب الحديث عن الثورة المضادة وما إذا كانت قد نشطت بالفعل في السودان، والحوار الأوسع الذي يدور على تويتر منذ انطلقت الثورة السودانية. دعنا نبدأ بآخر ما تحدث فيه مع ضيفتي، فكرة الضمانات، ما الذي يضمن نجاح أو تثبيت الاتفاق؟ هذه محمد كانت النقطة الأوسع التي تحدث فيها المشاركون اليوم، والذين يبدون توجسا في معظمهم، في الغالب غالب المشاركين يبدي توجسا من عدم وجود ضامن مستقل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهم يشككون في مدى التزام المجلس العسكري السوداني بالاتفاق على امتداد الفترة الانتقالية التي حددت بثلاث سنوات. عموما خذ ممن شاركوا أو من تحدثوا في هذا الجانب محمد علي عبيد الأسد، ويقول لا توجد ضمانات لتنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، لأنه لا توجد قوة ضامنة تلزم الطرفين بتنفيذه. يقول علي عمر، المجلس العسكري وميليشيا الدعم السريع ليس لهم أي ضمان ولا عهود، من يقتل المعتصمين السلميين لا ضامن له ولا أمان. يقول محمد صلاح عزب أيضا، هذا يتوقف، يقصد الضمان، على قوة الطرفين ومحصلة تفاعل القوى الدولية المؤثرة في الداخل السوداني الداعمة لهما. صالح سعودي أيضا، نحن لا نأمن للمؤسسة العسكرية أبدا، لذا لابد من وضع الضمانات على الطاولة قبل الاتفاق النهائي اليوم. هناك على ما يبدو جولة محادثات اليوم أيضا، ومنها أن تكون المجلس السيادي أو أن يكون المجلس السيادي ذا صلاحيات محددة، وأن يكون مناصفة مع المدنيين. محمد الحسن أيضا، لا توجد ضمانات، المجلس العسكري هو الخطة باء كما يقول للإنقاذ، وكل أعضاء المجلس إنقاذيون، هكذا يقول. ماذا عن الثورة المضادة؟ هذا الجانب محمد أيضا فيه مشاركون كثيرين يتحدثون هنا في هذا الجانب، خاصة ربما بعد محاولة الفض الأولى التي راح ضحيتها بعض من المعتصمين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. خذ ما تحدثوا عن الثورة المضادة هنا، رويدة أزهري تقول نحن على علم تام بوجود النظام السابق، نحن فقط انتقلنا من نظام الإنقاذ واحد إلى الإنقاذ اثنان شكلا وليس موضوعا، لذلك تقول نحن مستمرون في نضالنا بسلميتنا إلى تحقيق كافة مطالبنا.
عبد الله هاشم، بدأت الثورة المضادة يقول وبكل أسف، اللهم استودعك بلادي وأهلها أن تجنبهم شرور الفتنة. عبد المنعم بشرى أيضا، أكيد بدأت الثورة المضادة ولكننا لها بالمرصاد وجاهزون وسلاحنا سلميتنا كما يقول. سامي منصور أيضا، من وجهة نظري أن النظام السابق قد أزيل لكن البرهان ومن معه بقيادة محمد حمدان حميدتي قد أدمنوا حب السلطة كما يقول. على تويتر كيف بدأت الآراء؟ محمد، حوار قوي جدا على تويتر كما تعرف، يعني واسع جدا وآلاف التغريدات منذ طبعا انطلقت الثورة السودانية ويزيدها زخما ويزيده سخونة تلك الأحداث التي تحدث يوما بعد يوم. من تويتر أقرأ بعض التغريدات، مثلا محمد فراج يغرد، للأسف لا توجد أدنى درجة من الضمان لتنفيذ الاتفاق، وأطالب قوى التحالف السودانية بأخذ الحذر والحيطة من ألاعيب المجلس العسكري وغدرهم كما يقول. أمين أبو علي يغرد أيضا، هل يمكن لقوى الحرية والتغيير أن تعطينا ضمانات على اتفاق كلمتها داخل المجلس التشريعي بحيث تتم الاستفادة من أغلبية الثلثين أم ستقضي الصراعات عليها وعلينا؟ هو يتحدث عن مرحلة مستقبلية. سمية هندوزة كما تسمي نفسها تقول، اتفاق المجلس العسكري ووفد أحزاب الخرطوم قد يخفف من أزمة الخرطوم مؤقتا كما تقول، لكنه لن يعالج الاحتقان والثورة بأطراف السودان ولن يدفع، تقول تقصد الاتفاق، السودان شبرا واحدا صوب العدالة كما تقول. عمر أحمد هو متضايق من الاعتصام على ما يبدو، وهو يغرب بالعامية، يا شباب أغلب الشوارع مقفلة وحياة الناس واقفة، رجاء ورونا الشوارع الفاتحة وين عشان نقفلها برضو ونوقف حياة الناس الباقيين. حوار واسع محمد جدا على تويتر. أحمد سعود، إذا وردت أراء أخرى بالتأكيد قرب نهاية الحلقة، لكن أرحب بمجموعة من المتصلين الجدد وأبدأ مع منى تتحدث من الخرطوم. يا منى أهلا وسهلا، أولا أعلم أنك من ضمن المعتصمين، ربما تتحدثي حتى إلينا من داخل الاعتصام الآن، هل شاهدت تجدد الحوادث؟ عبد المتعال منذ قليل قال لي أنه حدث إطلاق نار جديد. فعلا حاليا في إطلاق نار في شارع الجمهورية هنا في ساحة الاعتصام، وفي حوالي 6 إصابات منهم إصابة خطيرة جدا، نرى أنه ما يكون في وفيات إن شاء الله. هل كنت شاهدة على إطلاق النار الآخر اللي حدث منذ؟ كنا سامعين إطلاق النار، إحنا كنا في الشارع الثاني شارع البلدية، وإطلاق النار في شارع الجمهورية كان، فإحنا سامعين إطلاق النار وجينا ماشيين في المتاريس اللي هي بتكون قافله الشوارع، حواجز القافله الشوارع، فالشباب هم زملاء مع بعض بيتكلموا عن انه في اصابات وفي زميله مصاب باصابه خطره جدا، فبنتمنى انه ربنا يرفعه وما يموت شهيد الليله ثاني. هل الغريب ان اولا حدثت جوله مبدئيه للاتفاق، بعدها حدثت عمليه اطلاق النار الاولى، الان لدينا اتفاق يكاد يكون نهائي عليه بعض الخطوات البسيطه، ثم بعدها مره اخرى يحدث حادث اطلاق نار ثاني، كيف تفسري كل ذلك، الرابط ما بين الاتفاق وفي نفس الوقت تكرار الحوادث الميدانيه؟ تكرار الحوادث الميدانية أكيد بيكون من أطراف ما رضيانا أساسا بالتفاوض، ما رضيانا بالاتفاق التم، الاتفاق التم بضمن المدنية بضمن السلمية، حيحافظ على حياة الناس، حيحافظ على أو حيضمن أنه النظام القديم يتم اقتلاعه بصورة كاملة من داخل الحكومة المدنية ومن داخل الدولة المدنية، فبالتأكيد دي حاجة ما حتكون بتسرهم، بالتأكيد دي حاجة حتضايقهم، حتخليهم تصدر منهم ردة فعل بحيث أنه يخلقوا فتنة، بحيث أنه يخلقوا مشاكل، بحيث أنه يصلوا لمرحلة حتى وقف التفاوض. هو ده الهدف الأساسي. الاتفاق هل من طريقة لتثبيته؟ هل تعتقد أنه كافي أن يواجه ما يصطلح عليه بالثورة المضادة؟ الاحتصام، الثوار، الشارع السوداني هو القادر على انه يواجه الثوره المضاده زي ما بدا الثوره من البدايه، فهو القادر على انه يواجه الثوره المضاده. الاتفاق طلع من قوى اعلان الحريه والتغيير من ضمنها تجمع المهنيين، وهم بشكلوا او هم بيمثلوا الشارع السوداني، فالشارع السوداني هو القادر على انه يحافظ على كده، هو القادر على انه يهاجم الثوره المضاده وانه ينتهي منها. يا منى شكرا جزيلا على المشاركة معنا، ولدينا سيل من الاتصالات الهاتفية، سأتوقف عند ما أستطيع أن أعطيه فرصة للحديث خلال وقت البرنامج، لكن أرحب كذلك بضيفي عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم اللواء عبد الهادي عبد الباسط الخبير العسكري السوداني. سيادة اللواء أهلا بك،
تتجدد الاشتباكات كما قال ضيوفي على الهاتف الآن اليوم في هذه اللحظة، إطلاق نار جديد بالرغم من حديث عن الوصول إلى اتفاق نسبي ما بين الجانبين، لماذا؟ شكرا جزيلا لك وللمشاهدين. أهلا وسهلا. يعني سمعت ما ذكرته الضيفة الأخيرة من أن ما تم من تصعيد هو من جهات أو الثورة المضادة، ولكن هذا التحليل تحليل خاطئ، لأن تسلسل الأحداث إذا اختصرناها منذ الأمس تم اتفاق كبير جدا، ويمكن نقلته عدد من الفضائيات، وقوبل بفرح كبير جدا في أوساط المعتصمين، ولكن مقابل هذا الاتفاق ظهر أن هنالك تصعيد كبير جدا يقوم به عدد من أنا أسميهم قوى داخل قوى الحرية والتغيير، قاموا بتصعيد الوطن وإغلاق عدد من الشوارع الكبيرة جدا في العاصمة الخرطوم، شارع النيل، شارع الجمهورية، كمية من الشوارع الفرعية في أم درمان، في بحري. هذا الوضع شل الخرطوم تماما. بس نحن نتحدث يا سيد اللواء، نحن نتحدث عن نقطتين مختلفتين تماما. أنا أسألك عن تكرار حوادث إطلاق النار على مقر الاعتصام. أنا كنت سأصل إلى هذه النقطة، لأن المعتصمين وقوى الحرية والتغيير أكدوا للمجلس العسكري الانتقالي أنهم غير مسؤولين عن أي اعتصامات خارج دائرة الاعتصام الرئيسي بالقرب من القيادة، وأكدوا للمجلس أنهم من جانبهم سيزيلون هذه الحواجز التي تمت في تلك الشوارع، وفشلوا عدة مرات في إزالة ذلك. هذا الوضع لا يمكن أن تسكت عليه القوات المسلحة والقوات النظامية، باعتبار أن العاصمة الآن تعيش اختناق مروري رهيب جدا. هل يعني ذلك أن القوات المسلحة والقوات النظامية هي من أطلق النار؟ القوات النظامية طلعت في الحادثة الأولى قتل ضباط من القوات المسلحة وقتل جنود من القوات المسلحة، مما يؤكد أن هنالك مجموعات في أواسط المعتصمين تريد إجعال هذه الفتنة. لا، أنا مرة أخرى أنا آسف، لكن هذا لا يجيب على سؤالي. أنت ذكرت أن القوات المسلحة وقوات الجيش ليست راضية عن إغلاق الشوارع وتوسيع رقعة الاعتصام التي تقوم بها قوى الحرية والتغيير. هل معنى ذلك أنها هي الآن التي تهاجم هذه المراكز أو هذه الاعتصامات خارج إطار الاعتصام؟ أنا لحظة هذا ما سمعته من إطلاق رصاص الآن، أنا داخل الاستوديو عندكم، ولكن إطلاق النار الذي تم في المرة الأولى بدأ من قبل مجموعات تجاه القوات المسلحة، يعني قتل رايد في القوات المسلحة، قتل خمس مدنيين برضو، نقيب إصابة بالغة، ما هو قتل خمسة مدنيين. وضيفتي في الجزء الأول تتحدث بصراحة عن مسؤولية ولو ضمنية للمجلس العسكري، إما عن حماية هؤلاء أو أن السيد حميدتي هو ليس بعيد عن قوات الدعم السريع. هو الدعم السريع أصدر بيان قال أنا لم أطلق الرصاص. القوات المسلحة في المرة الأولى أصدرت بيان أنها كذلك لم تطلق الرصاص، ولذلك الآن هنالك تحقيق كبير، وحسب معلوماتي الاستخبارات العسكرية ضبطت مجموعات من بعض المتفلتين في أوساط المعتصمين، وهذا الكلام كان متردد بكثافة جدا، أن في ساحة الاعتصام من يحملون السلاح ويتخفون خلف المعتصمين حتى يتخذونهم دروعا بشرية لإحداث فتنة. طيب، هذا الكلام أصدرته القوات المسلحة في بيان رسمي. خليني أستمع لبعض الآراء أرجوك. سيادة اللواء، شيماء مثلا تتحدث إلينا من السودان. يا شيماء أهلا وسهلا، اتفضلي اطرحي وجهة نظرك.
أهلا وسهلا. في البداية أترحم على شهداء الوطن. أنا أول حاجة عايزة أعقد بس على نقطة اللواء، إنه قال الجيش اللي هو حيفض أي مدارس خارج الاعتصام. التضعيد اللي حصل لأنه الجيش حصلت منه مماطلة طويلة من شهر أبريل من هو استلم السلطة دي، فالطبيعي إنه المعتصمين والمتظاهرين في الخرطوم يعني حصوا بغضب شديد وبضيق شديد، فلابد إنهم يصعدوا ثوريا. فإذا كان الجيش ما قادر يحمي الناس زي الخارج منطقة الاعتصام، فده بيعني شنو؟ يعني إنه ما مسؤول منهم حتى لو من تفلتات أمنية أو من مندسين زي ما بقوله، أو إذا هو زي ما يعني أنا بتوقع إنه الضرب منهم هم يعني من المجلس العسكري ده. بس هو هل نلوم الجيش إذا لم يعد قادرا أو تحرر من المسؤولية عن حماية المعتصمين داخل خارج مقر الاعتصام؟ الواعي بالهادي يقول إن قوى الحرية والتغيير نفسها تعهدت أن تحاول فض الجيوب الصغيرة التي تعتصم بعيدا عن مقر الاعتصام الأساسي. ما هو هذا يشل البلد بشكل أو بآخر، أو هكذا يقول المعترضون. قوى الحرية والتغيير قالت إنه أي ناس متفلتين ما بيتسموا بالسلمية في تظاهراتهم ديل ما بي يعني تبع المتظاهرين السلميين. الجيش ما من حقه ولا دبع فيه إنه هو يضرب عليهم النار. لا أنا لا أبرر إطلاقا ضرب النار، لكن أنا أتحدث عن فكرة الحماية في حد ذاتها. يعني ضيفتي في بداية البرنامج تقول ربما لا يكون المجلس العسكري هو من قام بذلك، لكنه مسؤول ضمنا لأنه كان يجب عليه أن يحمي هؤلاء، وبالتالي إطلاق النار لا مبرر له بالتأكيد، لكن هل هو مضطر أن يحمي هؤلاء فعلا؟ هو مضطر يحميهم. أنا في النهاية محتمية بالجيش وأطالب بسلطة مدنية، فإنت يا جيش لا تسلمني السلطة المدنية الآن مطالب بها عشان أنا أصد الاعتصام تلقائيا، يا إما ما تحاربني بالقوة وتحاول تصد الاعتصام بأي طرق كانت حتى بكلام أو بفعل يعني بضرب نار أو حفلة إزالة المدارس. طيب يا شيماء شكرا جزيلا. ست اللواء، رغم كل هذه التطورات المدنية تم التوصل إلى اتفاق نسبي ليس نهائي صحيح، يفترض المرحلة الأخيرة هي اليوم. كيف ترى هذا الاتفاق وهل يمكن أن يصمد مثلا؟ طبعا هذا الاتفاق كان يفترض أن تقابله قوى الحرية والتغيير بخطوة إيجابية، اللي هو تقليل يعني درجة التصعيد والقبول والذهاب إلى النقطة التي بعدها. ولكن الذي تم عقب هذا الاتفاق مباشرة تم تصعيد رهيب جدا، وأنا أقول لك وأنا أسكن في أطراف الخرطوم الآن معظم الشوارع في الأحياء مغلقة، في المدن الكبرى مغلقة، هنالك تصعيد كبير جدا من 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 بعض القوى التي واضح جدا أنها لا تريد لهذا الاتفاق أن يتم. القوات المسلحة وردا على الضيفة الأخيرة، المماطلة التي تمت لم تتم من المجلس العسكري. لو رجعنا لتسلسل التفاوض، المماطلة الكبيرة كانت تتم من قوى الحرية والتغيير، لأنها بصورة مستمرة كانت تبدل لجان التفاوض وتبدل الأجندة، وهذا ما ذكرته القوات المسلحة في بيان رسمي. ولذلك القوات المسلحة كانت واضحة جدا في خطوات التفاوض، احنا وصلنا الى مرحلة انهم اتفقوا تقريبا على كل شيء باستثناء المجلس السيادي واختصاصاته كان يفترض ان يتفقوا عليها اليوم. لماذا تحدث هذه الردة اذا؟ سأعود الى هذه النقطة سيادة اللواء، لكن خليني اسمع رأي منى كذلك ارجوك، مي عفوا كذلك ارجوك في النقطة التي ذكرتها انت. مي اهلا وسهلا. سيادة اللواء يقول ان آن الأوان أن تقدم قوى الحرية والتغيير بعض الالتزامات كذلك، يعني كان يتوقع بعد الاتفاق الأخير أن يتم على الأقل فض جيوب المعتصمين، لأنه يقول أن كل الشوارع مغلقة والبلد في حالة شلل. في البداية نترحم على أرواح الشهداء الشهدان الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين. حقيقة هو إعلان الحرية والتغيير يعني فيما قبل
حاول انه هو يعمل تصعيد، التصعيد كان عنده علاقه ب يعني كان بشكل اليه ضغط على المجلس العسكري لتسهيل وتسريع عمليه التفاوض. شكل التصعيد ذاته اللي كان يعني بيتم المناشده به، وهو عنده علاقه بمواكب، عنده علاقه يعني مواقف تتوافد نحو القياده العامه للقوات المسلحه، عنده علاقه باضرابات لقطاعات وفئات محدده. حاليا في يعني يعني في تصعيد في حول بسيط الاعتصام، وحتى حول في الاحياء. الهدف منه كان هو الضغط على برضه يعني الضغط على هذه نقطه محيره. يعني يفترض ان الهدف الذي تتحدثي عنه انتهى بالامس عندما توصلوا الى اتفاق ولو مبدئي تبدأ بعده خطوات بناء الثقة، يعني على الأقل الجيوب التي فيها اعتصامات بعيدا عن المقر الرئيسي. ما طيب ما هو في أثناء ما الناس لسه بتتفاوض امبارح، حتى قبل ما الناس تطلع بنتائج التفاوض، سواء كانت هي يعني بتشكل انتصار للشعب السوداني او خطوة نحو الانتصار او لا، الا انه التصعيد بدا يعني حتى من قبل القوات الدعم السريع حسب شهيد عيان، انهم يعني منعوا الناس من دخول القياده العامه يستعملوا العصا فيما بعد السلاح، وده ادى لسقوط شهداء. طبيعي انه يكون في حاله بتاعت احتقان، يعني يكون في حاله بتاعت غضب من الثوار، لانه انت بتتفاوض معانا جوا وبتضربنا رصاص برا. يعني هل هناك فرصه لتثبيت الاتفاق تعتقد يا مي؟ نعم، هل هناك فرصة لتثبيت هذا الاتفاق أو ضمانات حتى يصمد أمام كل التطورات الميدانية المتلاحقة؟ هو ممكن، هو حاليا أغوانا الحرية والتغيير فعليا اتجهت اتجاهنا، هي تخفف من الحدة بتاعت التصعيد في سبيل انه يعني لانه في احتقان كبير جدا حاليا في الميدان وفي الاحياء عموما قابل للانفجار في اي لحظة، ونتائجه ممكن تكون كارثية إذا ما استخدمنا صوت العقل وإذا ما حكمنا. وفعليا يعني الحرية والتغيير في ضرورة لأنهم هم يتحركوا واتجاههم هم يهزوا الأوضاع. بالمقابل المجلس العسكري برضه مفترض يعني يضبط منسوبيه، يعني منسوبيه قاعد يتعرضوا للثوار وقاعدين يضربوهم رصاص وكده، وبرضه يتقدموا لمحاكمات لوحدة التحقيق اللجنة اللي تكونت امبارح من يعني الحرية والتغيير والمجلس العسكري. اللجنة المشتركة دي بنعمل انها هي فعليا تسرع في التحقيق وفي التقصي وتحدد لنا من هم فعليا الكتلوا اولادنا. يعني اذا الدعم السريع بينكر انه هو ده ما هو، واذا القوات المسلحة بتنفي يعني انها تواجدها في الاحياء في المناطق ديك او في محيط الاشتباك، إذا جهاز الأمن بينفي حتى كطائب الظل، يعني ما يسمى بكطائب الظل أو كطائب المؤتمر الوطني، هي نفت إنها هي عندها علاقة بالمسألة دي. طيب ما شكرا جزيلا. خليني اعود بهذه النقطه للواء عبد الهادي. انا فكره الضمانات، ما طرحت بعض الضمانات تقول ان قول حريه والتغيير في الطريق الى التهدئه، وتحتاج هي الاخرى ضمانات من المجلس العسكري كي يثبت الاتفاق بينهما، ما هي؟ شكرا جزيلا. أنا أضمن لك من جانب المجلس العسكري الانتقالي وبالطريقة التي تعامل بها مع هذه الثورة منذ أول يوم يؤكد أنه يعني محل صغة، لأن حتى الأخت الأخيرة التي تتحدث عن التصعيد، المجلس العسكري لم يصعد، الذي صعد هو الذي أغلق الشوارع الرئيسية في الخرطوم. يعني لا تأتي بالفعل ثم بعد ذلك تلوم من يتعامل بس هو يعني سنستمر في الدوران في هذه النقطة لوقت طويل، لأنهم أيضا أغلقوا هذه الشوارع في محاولة منهم لإجبار المجلس العسكري للاستجابة لطلباتهم التي لم يستجيب إليها إلا بعد أن أغلقوا هذه الشوارع. طبعا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني المجلس العسكري ظل يتعامل بمرونة وبحكمة شديدة جدا مع هذا الاعتصام، لدرجة أن الكهرباء توصل لهم من داخل القيادة العامة، الطعام يقدم لهم، المياه تقدم لهم، القوات المسلحة كانت تحرسهم، القوات المسلحة هي التي منعت النظام السابق من ضربهم. فكيف يقابلون هذه المحاملة؟ نحن نتحدث عن القوات المسلحة بالمناسبة، نحن نتحدث عن المجلس العسكري وليس القوات المسلحة، يعني نتحدث عن الجيش. المجلس العسكري
المجلس العسكري يمثل القوات المسلحة، وهذه برضو من الأشياء التي يحاول أن يخلق بها يعني ضباب تجمع الحرية والتغيير. المجلس العسكري يمثل القوات المسلحة، وهنالك رضاء تام داخل القوات المسلحة من المجلس العسكري. طيب. هم يحاولون الآن أن يصهروا المجلس العسكري كأنه جسم معزول من القوات المسلحة، ولكن هذه هي قيادة القوات المسلحة. لكن هل سيصمد الاتفاق سريعا جدا تعتقد؟ هل سيصمد الاتفاق بين الجانبين سريعا؟ أنا من جانب القوى المجلس العسكري أنا أضمن لك، ولكن قوى الحرية والتغيير بينها خلافات كبيرة منقسمة على نفسها. هنالك مجموعات داخل الحرية والتغيير وهي التي تقود التصعيد الآن، لا طيب. تريد لهذا الاتفاق أن يذهب إلى نهايات. جزيل الشكر لواء عبد الهادي عبد الباسط الخبير العسكري، تحدث إلي من العاصمة السودانية الخرطوم، وكان آخر ضيوفي في هذا الجزء التلفزيوني. لكن تستطيعون أن تستمروا في الإدلاء بصوتكم على bbcarabic.com أو على صفحاتنا في فيسبوك وتويتر. الخطوط المباشرة تفتح مرة أخرى على راديو بي بي سي بعد قليل، معي أنا محمد عبد الحميد.